5/6/2011. حي بابا عمر، حي بابا عمر المنقوب. تم خلق الباب ودخول قوات الجيش السوري. حي بابا عمر، هاي إصلاحات بشار الأسد، دخول للمنازل وتخريب المنازل ومحاولة الاعتداء على النساء. شبيحة الأسد الكلب على يحاول الاعتداء على النساء. هذا الحوار يلي عم يدعي له بشار الأسد. هذا الحوار اللي عم يدعي له دكتور بشار الأسد. يتفضل السيد نبيل العربي، تتفضل الجامعة العربية تشوف بشار الأسد عم يدور على الجراثيم اللي حكى عليها مشان يتم القضاء عليها. اقتحام للمنازل بحي بابا عمر منذ أكثر من 5 أيام.